السلام عليكم. في هذا الفيديو ان شاء الله غنتكلموا على مبرهنة القيم الوسطية الصيغة رقم 2. اذا كانت اف متصلة ورتيبة قطعا على ابي، اذا الشرط الاول خص تكون اف متصلة على المجال ابي، والشرط الثاني تكون رتيبة قطعا اي تزايدية او تناقصية قطعا على المجال ابي. فان لكل عدد حقيقي بطا محصور بين اف لأ و اف لبي يوجد عدد حقيقي وحيد ألفا من المجال أبي، بحيث إف لألفا تساوي بيتا. إذن عندنا ثلاثة ديال الشروط. أول شرط إف متصلة على أبي، الشرط الثاني رتيبة قطعا على أبي، الشرط الثالث أن بيتا خصها تنتمي لصورة المجال إف لأبي، أي تكون محصورة بين إف لأ وإف لبي. إذن شنو هو الاستنتاج؟ الاستنتاج هو أن إف لألفا تساوي بيتا تقبل حلا وحيدا في المجال أبي، أو بصيغة أخرى يعني هذه الصيغة الأخيرة يمكن نعوضها بهذه الصيغة، هذه المعادلة إف لإكس تساوي بيتا تقبل حلا وحيدا في المجال أبي. إذن نأخذ الشكل الهندسي ونحاول نفهمه الخاصية. إذن عندنا إف دالة متصلة على أبي، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني عندنا إف رتيبة قطعا، في هذه الحالة عندنا تزايدية قطعا على مجال أبي، وعندنا بيتا اللي خصها تكون كتنتمي لصورة المجال أبي، أي محصورة بين إف لي أ وإف لي بي. إذن إف لي أ و إف لي بي ممكن يكون إف لي بي سالبة و إف لي أ موجبة، وممكن يكون العكس. إذن بيتا كتكون محصورة في هذا المجال هذا. إذن هذا الشرط الثاني. إذن ثلاثة شروط متصلة و تزايدية قطعا أو تناقصية قطعا يعني رتيبة قطعا، والشرط الثالث بيتا تنتمي إلى إف لي أ. إذا شنو هو الاستنتاج؟ أن المعادلة إف لإكس تساوي بيتا تقبل حلا واحدا. ما معنى حلا هندسيا؟ ما معنى تقبل حلا واحدا؟ يعني أن المنحنى سأف والمستقيم الذي معادلته إكس كتساوي لنا بيتا يتقاطعان في نقطة واحدة. إذا إلا شنا في الحالة في الجدول اللي عندي عندنا سأف، إلا خدينا إكس كتساوي لنا بيتا ما بين محصورة ما بين إف لأ وإف لبي، فغنلقاوهم كيتقاطعو في نقطة واحدة هي هذه، وهاد النقطة هذه راها كتنتمي، وكاد هي ألفا، راها كتنتمي للمجال أبي. ناخدو أي نقطة، ناخدو مثلا واحد، ناخدو مثلا إف لإكس تساوي واحد. إذا إكريك كتساوي لنا واحد راه هي هذه، وهاد المستقيم هذا، إذا كيتقاطعو في نقطة واحدة، دائما كتنتمي للمجال أبي. إذا ناخذ واحد المثال تطبيقي. عندنا دالة إف لإكس كتساوي لنا إكس أس ثلاثة زائد إكس زائد واحد، بين أن المعادلة إف لإكس تساوي جوج تقبل حلا وحيدا في المجال ناقص واحد واحد. إذا أول شرط خص تكون إف متصلة على المجال أبي، إذا إف متصلة على آر وبالخصوص على ناقص واحد واحد، لأن إف دالة حدودية. الشرط الثاني خصني تكون إف رتيبة قطعا على المجال ناقص واحد واحد، إذا كنحسبو الدالة المشتقة. إذا المشتقة ديال إكس أس ثلاثة هي ثلاثة إكس مربع، المشتقة ديال إكس هي واحد، كنلقاو بأن ثلاثة إكس مربع راه دائما موجبة، وواحد راه دائما أكبر قطعا من الصفر، وبالتالي فإف بريم دائما أكبر قطعا من الصفر، أي تزايدية قطعا على المجال R وبالخصوص على المجال ناقص واحد واحد. الحالة الثالثة أو الشرط الثالث خصها تكون بيتا، في هذه الحالة عندي بيتا هي جوج، إذا خصها تكون محصورة بين إف د واحد و إف د ناقص واحد، إذا كنحسبو إف د ناقص واحد كتعطيني واحد، وكنحسبو إف د واحد اللي كتعطينا ثلاثة، إذا جوج راه محصورة ما بين واحد و ثلاثة. إذا ثلاثة الشروط محققين. إذا حسب مبرهن القيم الوسيطية إف لإكس كتساوي جوج تقبل حلا وحيدا في المجال ناقص واحد واحد.